بسم الله الرحمن الرحيم، راح نستكمل اليوم محاضرات الهندسة الصحية. راح لساتنا في الووتر ديستريبيوشن سيستم، راح نحل المثال التالي: if the maximum capacity of the current wastewater treatment plant is 15,000 meter cube per day. يعني في عندنا wastewater treatment plant والقدرة المحطة محطة معالجة المياه كانت 15,000 متر مكعب في اليوم، وكان and the current population is 40,000 and the maximum monthly consumption now is 5,000 متر كوب بير دي. يعني ملخص السؤال، احنا عندنا محطة معالجة مياه، القدرة الاستيعابية للمحطة كانت الويست ووتر كاباسيتي كانت هي تساوي 15,000 متر مكعب بير دي، وحاليا اللي هي المحطة اليوم اللي بتعالجهم فعليا هي 5,000 متر مكعب. الكرنت ويست ووتر، الكرنت ويست ووتر جينيريشن ريت كان يساوي 5,000 متر مكعب بير دي. هذول طبعا صادرين عن الكرنت بابيوليشن، الكرنت بابيوليشن يساوي 40,000 كابيتا، 40,000 كابيتا. هذول يعني 40,000 كابيتا عم بولدوا 5,000 متر مكعب، 40,000 كابيتا عم بولدوا 5,000 متر مكعب ديلي بير دي فروم ويست ووتر. طبعا احنا المحطة عارفين قدرتها 15,000 متر مكعب بير دي. If the expected population after 25 years is 100,000 capita, find when the city council needs to construct a new plant, assuming the population increase is arithmetic and the water consumption remains constant. يعني متى تحتاج البلدية إلى بناء محطة معالجة أخرى؟ يعني هذا السؤال من أنواع الأسئلة اللي هي المدمجة، هو يدمج بين الـ Water Distribution System وبين التنبؤ بعدد السكان. يعني نحكي عندنا محطة قدرتها 15,000 متر مكعب، اليوم هي تعالج فقط، تشتغل على ثلث القدرة الطاقة الاستيعابية، تعالج 15,000 متر مكعب، ناتجين يتولدوا من جراء 40,000 كابيتا. متى يلزم البلدية أن تبني محطة جديدة؟ طبعا السؤال متى راح يلزمها أو تحتاج أن تبني محطة جديدة؟ عندما تصل السعة التشغيلية أو القدرة التشغيلية للماكسيموم كاباسيتي. يعني بالسؤال متى راح يوصل توليد المياه إلى 120,000 متر مكعب؟ طب أو ممكن نسأل السؤال بطريقة ثانية، ما هو عدد السكان الذي سيولد 15,000 متر مكعب؟ أو كم تستطيع أن تخدم المحطة؟ كم بني آدم تستطيع أن تخدم هذه المحطة؟ كم بني آدم تستطيع أن تخدم هذه المحطة؟ إذا كان 40,000 ولدوا 5,000 متر مكعب، 40,000 نسمة ولدوا 5,000 متر مكعب. طيب كم هو عدد البني آدمين اللي راح يولدوا 15,000 متر مكعب؟ ممكن نسأل حنا بهذا السؤال. يعني طبعا أكثر من طريقة لحل هذا السؤال، ممكن تسأل نفسك how many people can be served by this wastewater treatment plant. كم عدد الأشخاص اللي أنا بإمكاني أخدمهم بهذه المحطة؟ إذا كان الأربعين ألف كابيتا يولدوا 5,000 متر مكعب يوميا، فأنا بإمكاني كم بني آدم كان أخدم هو X، حتى أنا بعطيهم 15,000 متر مكعب. 15,000 متر مكعب كم بني آدم تستطيع أن تخدم؟ فهو X راح تطلع معنا تساوي بالنسبة تناسب 120,000 كابيتا. هاي من أسهل طرق كيف تحل هذا السؤال، يعني المحطة تستطيع خدمة 120,000 كابيتا. الآن أصبح السؤال متى سيصل عدد السكان، يعني بعد كم سنة سيصل عدد السكان إلى 120,000 نسمة؟ طبعا باستخدام طريقة الأريثماتيك، using arithmetic method when the population number will reach 120,000.
graphic method شو بيقول population بالfuture ناقص population current تساوي k arithmetic ضرب time. يعني هو ال 120,000 population future ناقص ال 40,000 تساوي k a ضرب time. أنا مش معطيني كي إيه لحد الآن، لحد هو معطيني بس، ولكن لغاية الآن أنا بدي كي إيه وبدي التايم. المطلوب هو كم هو الزمن اللازم للوصول إلى عدد السكان 120,000 إذا كان عدد السكان الحالي 40,000. طبعاً بيبقى إني أعرف كي إيه. كي إيه في معطى معطيني بالسؤال آخر حتى أجد من خلاله كي إيه. إذا كان متوقع عدد السكان بعد 25 سنة أن يصل إلى 100,000 نسمة، معناته إن كان أنا أجد هون 100,000 نسمة ناقص 40,000 نسمة تساوي KA ضرب 25 years، معناته KA تساوي 60,000 تقسيم 25 ويساوي 2400 كابيتا بير. وكأنه عدد السكان طبعا هون هاي وحدتها كابيتا وهاي وحدتها ييرز، وبطلع الجواب 2400 نسمة بالسنة. العدد السكان بزيد 2400 كابيتا بير يير. السؤال معناته صفة كي اي بتزيد 2400، معناته انا بدي اعوض في ستار، هنا لازم اعوض في ستار، يعني في ستار بنعوض الكي اي هنا نستخدمها، معناته 80,000 80,000 اللي هي 120 ناقص 40,000 تساوي 80,000 تساوي 2400 ضرب التايم، معناته عدد سنوات البدو الزمني حتى أصل 120,000 اللي هو يساوي التايم يساوي 80,000 تقسيم 2400 ويساوي تقريبا لو قسمناها يمكن تطلع 33 سنة. 80,000 تقسيم 2400 بطلع 33 سنة فاصلة 3 year. هذا إحدى الطرق لحل هذا السؤال. ممكن نحله بطريقة ثانية، نيجي نحكي هذا من أفضل وأسهل الطرق أنا وجدت طلاب إنه بفهموها لحل هذا السؤال. طريقة النوت نحكي إنه أوجد الماكسيموم مانثلي ديماند. الماكسيموم مانثلي ديماند ممكن نجد نحن الماكسيموم مانثلي ديماند. كيف نجد الماكسيموم مانثلي ديماند؟ هي وحدته ليتر ليتر. هاي الطريقة other solution، يعني other solution الماكسيموم مانثلي ديماند وحدته ليتر بير كابيتا بير دي. فهي معناته أنا بدي أشوف كم لتر بستهلك الفرد يومياً. الماكسيموم مانثلي ديماند هو معطيك إنه هم بولدوا 5000 لتر اليوم، 5000 متر مكعب عم يولدوا، يعني أنا بدي أطلع كم لتر بضربها في 5000 بضربها بألف كمان على 5 مليون لتر. عدد السكان 40,000، يعني بس أنا حولتها للتر 40,000 بطلع الجواب 5000 تقسيم 40,000. لو احنا قسمناها 5000 تقسيم 40,000 بطلع اللي هو 125 لتر بير كابيتا بير دي. يعني ماكسيموم مانثلي ديماند هي 125 لتر بير كابيتا بير دي، 125 لتر بير كابيتا بير كابيتا بير دي. معناته اذا كان كل فرد او اللي هي تقريبا اللي هي طبعا هي تساوي 0.125 متر كيوب بير كابيتا بير دي بير كابيتا بير دي. معناته انا لو بدي اشوف كم تستطيع ان تخدم هذه المحطة، كم بني ادم تستطيع ان تخدم هذه المحطة، اذا كانت المحطة تستطيع ان تولد 15,000 متر مكعب في اليوم، لو قسمت 15,000 متر بدأت كم تستطيع أن تخدم هذه المحطة. الماكسيموم مانثلي الماكسيموم مانثلي ديمان كانت هي الكاباسيتي أو البلانت كاباسيتي. البلانت كاباسيتي تساوي باستخدام ماكسيموم مانثلي ديمان كانت 15,000 متر مكعب يوميا.
15000 متر مكعب يوميا، معناته انا how many people how many person how many person can be served by the plant by the wastewater treatment plant. Again I divide 15000 متر مكعب تقسيم 0.125 متر مكعب per day، فبيطلع عندي متر مكعب per day تقسيم متر مكعب per capita per day بيطلع عندي 120000 capita. يعني المحطة تستطيع أن تخدم 120000 كابيتا. إحنا هناك قلنا نسبة وتناسب، معناته المحطة تستطيع أن تجد 120000 كابيتا، وكأن السؤال أصبح متى سيصل عدد السكان إلى 120000 كابيتا، وكان مكمل الحل بالطريقة السابقة استخدام الأريثمتيك ميثود. بكون هيك حلينا السؤال في طريقتين، يعني أتمنى انه ينسب الطلاب وتقدروا تحلوها. الان ممكن نحكي على نعطيكم اياها هومورك. لو استخدمنا طريقه الجيومتريك ميثود، يعني كان نفس المعطيات ولكن يوز جيومتريك ميثود، باعتقادك حيكون السنوات تكون اكثر من 33 سنه ولا اقل من 33 سنه؟ يعني عدد السكان رح يوصل 120000 بعد 33 سنه أكثر أم أقل لو استخدمنا الجيومتريك ميثود؟ هذا بكون هومورك عندكم إن شاء الله بتحلوه وسلموني المرة القادمة. راح نطلع على الجدول هذا بس حتى نتخيل ما هو أكثر استهلاك المي في المنزل، يعني ما هو النشاط المنزلي الأكثر استهلاكا للمي. يعني لو سألناك هناك الشرب، هناك استخدام الحمام، هناك الشاور، هناك الكيتشن او غسيل الاطباق، راح نلاحظ انه اكثر استهلاك اكثر نشاط استهلاك هو نشاط الذهاب الى التواليت السانيتيشن سيرفيس، لانه البني ادم يذهب للتواليت يعني مقدر من 5 لـ 7 مرات يوميا لاخراج الفضلات، فهاي بتستهلك اكثر كميه من المياه الفرد يوميا، وهذا طبعا حسب التوصيات او بعض الدراسات العلميه. راح نحكي اخر شيء اليوم يعني عن الووتر ديستريبيوشن ميثود، كيف تصل المياه المياه الشرب، كيف توصلك مياه الشرب. طبعا اذا بتلاحظوا وجود كثير من المدن الامريكيه تستخدم اللي بسموها الخزانات العلويه، الخزانات العلويه في اللغه العربيه. هاي الخزانات العلويه عباره عن خزان علوي فوق سطح الارض، نحن بلغتنا العامية كنا نسميه الحاووز. الخزان بيكون في مية، فباي جرافيتي المي راح توصلك إلى أبعد منزل، فهاي الطريقة إنه المياه توصلك باي جرافيتي. وأيضا هاي الطريقة تستخدم أيضا في المدن اللي بتعتمد إذا كان مصدر مياه موجود فيها في الجبال أو في مناطق أعلى من مستوى المدينة، في مناطق اللي يعني تكون مدينة في المنطقة الساحلية ومصدر مي في منطقة جبلية، فالماء راح تيجي باي جرافيتي. هاي الطريقة طبعا ميزاتها انها ما في داعي للضغط، هي رخيصة في تكاليف التشغيل. الطريقة الثانية توصلك مية هي باي بامبينج، يعني مثال ذلك الأردن، احنا مثلا عمان بتشرب، عم نجر الآن نجر مياه الديسي من معان باتجاه عمان بحدود 300 كيلو يمكن. فهاي الطريقة المي مش هتمشي لوحدها، تمشي باي البامبينج. وفي عندنا ايضا في عمان تشرب ايضا مصدر ثاني، مصدر مياه اللي هي الزارة معين، مصدر مياه اللي هي عند البحر الميت. نحن نعرف البحر الميت تقريبا 420 او 440 متر تحت سطح البحر، وعمان متوسط ارتفاعها بحدود 900 متر، في مناطق توصل 1000 فوق ال 1000 متر فوق سطح البحر. يعني هاي الفرق بالاليفيشن بالاضافه الى المسافه، ففي عندك البريشر هيت وفي عندك ايضا البريشر لوسز، هاي التغلب عليه نحن نحتاج الى بامبينج. وايضا احنا حكينا في البامب والستورج تانك، اكيد المي ما راح تجي من معان لعمان بدون ما نحط محطات تخزين. نفس الشيء من بحر الميت ترفع على عمان، انت حتى تكون في عندك السيستم فعال تكون في مخزانات في اثناء التخزين، عشان يسموه بامبينج وستورج سيستم. طبعا في أنظمة أخرى تجمع بين الجرافيتي والبامبينج.
فهاي كلياتها أنظمة لتوصيل مياه الشرب. الواتر سوبريشن سيستم معناته راح يتكون من الآبار، من البمبس، من البايبس والفيتنجز المتعلقة فيها، راح يتكون من خزانات للتوزيع. أو إحنا حكينا الهدف كله من هذا الأنظمة إنه يوصل لك الكوانتيتي والكواليتي، الكمية اللازمة والنوعية بجودة إنه تكون صالحة للشرب، بالإضافة إنه يضمن إنه يكون دائما عندي كمية زيادة عن مياه الشرب تلزم للفاير فايتنج، هاي كمية احتياطية تستخدم في عمليات إطفاء الحريق. الهدف من كل أنظمة توصيل الواتر سوبريشن سيستم، all water solution systems aim to deliver the quantity and the quality as well as to guarantee amount of water for firefighting. تكون أيضا يأمن كمية مياه للفايرفايتنج. فبما أنه نحن نحكي quantity و quality، نحكي أول شيء على الكواليتي. فأول هدف من أهدافنا نوصل مياه ذات بنود أو بجودة جيدة أو ذات نوعية جيدة، عشان هيك بتكون المواد اللي بتصنع منها الشبكة والبيبات والمضخات، إنه ما يصير تفاعل، ما يصير انحلال بين مركبات البيبات مع المياه، لأنها تكون نوعية البايب ديورابل ماتيريال لا تتفاعل مع المياه. هذا أهم واحد أهم الشروط. الشرط الثاني، أنا بفضل يكون عندي أكثر من مصدر من تزود في المياه، يعني مصدر من زرع معين، من زرع من معان، مصدر ثالث مثلا من الأزرع، حتى يكون عندي إذا لا سمح الله صار مشكلة في أي مصدر ما تنقطع المدينة من المياه. الشرط الثالث في الكواليتي، أني أتجنب الديد زون. الديد زون هي نهايات الخطوط، نهايات الخطوط حيث أن المي راح يصير فيها ستوب، تتوقف ممكن فترة زمنية طويلة. هذا بسبب انه المياه بصير صدأ، بغير نوعيتها، ممكن يصير مكان لتكاثر الميكروبات والمايكرو اورجانيزم، وهذا ممكن يعمل لي مشاكل تلويث المياه الشبكة. دائما ايضا بهمني ما يصير انكسار او صار كسر في خط المي، يتم تحديد مكان العطول واصلاحه بسرعة ممكنة حتى اتجنب اي تلوث للمياه. حتى أمن الكوانتيتي، فلازم تكون كميات البامبس متناسبة مع احتياجات الناس، قدرة البامب تحت متناسبة، قدرة الأنابيب على حمل المياه تكون متناسبة. راح المرة الجاية نحكي عن الخزانات اللي تستخدم في معالجة المياه. لحد هون احنا بنوقف في محاضرة اليوم.